بس ايه القضايا اللي في المقام دكتور حضرتك حابب ميه، ايه القضايا اللي في المقام الاول بتهم العرب اللي عايشين في امريكا؟ هل هي قضايا خارج الولايات المتحده الامريكيه، خارج معيشتهم زي ما نقول مثلا لبنان فلسطين، ولا بنتكلم عن قضايا تخصهم داخل الولايات المتحده الامريكيه، ضرائب الهجره؟ سؤال مهم جدا. يعني برضو كان في لوحه تانية معرفش لو او الاجهاض يعني كلها ملفات يجيبها فيها اهم القضايا اللي بتهم المواطن الامريكي، اوكي. والراي العام الامريكي شايف مين اكتر قدره على التعامل مع هذه المشكله. المشكله الاولى بلا منازع زي اي دوله في الاقتصاد. العالم الاقتصاد. الجزء الاساسي في الاقتصاد الانفليشن اللي هو التضخم وارتفاع الاسعار. الاقتصاد وجزء منه التضخم، ترامب متقدم 50% مقابل 40 لهاريس، 50% مقابل 39. يعني الحقيقة تقدم ضخم. يعني الرأي العام الأمريكي أو الناخب الأمريكي يرى، مع أن لو تسمح لي يا دكتور، ترامب ليس لديه خطة بتفاصيلها فيما يتعلق ب يعني خطته في الوضع الاقتصادي الامريكي، بينما هاريس لديها خطه اعلنتها بالتفاصيل. طيب فلماذا إيه ثقه بقى في ترامب؟ سبب الفتره الرئاسيه بتاعته الاولى، التضخم كان يعني قلل مستويات كبيره قليل، وبعدين الامريكان الاقتصاد كان كويس لغايه اما جت كورونا، اوكي، اقتصاد تدهور زي كل اقتصاديات العالم. فهو بيقول والله انا مش ذنبي ان جت كورونا، اوكي. فالناس بيصدقوا هذه الفكره. قبل كورونا كان اداؤه الاقتصادي جيد. يعني النقطه الثانيه انه برضو يعني مش عايز اقول للاسف، هو للاسف اي حد بيحكم في العالم في هذه الظروف، الانفليشن ظاهره عالميه، تضخم، فالكل كل بيدفع ثمن التضخم بحكم، حتى لو اسبابه خارجيه، بحكم ان انت موجود في المنصب في هذه اللحظة. فبايدن وهاريس نائب الرئيس بيتحملوا يعني في نظر الناخب الامريكي المسؤولية عن ان التضخم حصل في عهدهم، مع ان التضخم يعني الارقام الاخيرة بتشير الى انه في تناقص كبير يعني، لكن ما يزال المواطن الامريكي لما بيروح سوبر ماركت بيروح يشتري حاجه. الجروسريز اعتقد هي من اكثر الاشياء التي تؤثر في المواطن الامريكي، البقاله يعني. عشان كده الحقيقه من اشهر الـ يعني الحملات الدعائيه اللي عملها ترامب ان هو وقف كده قدام مجموعه من المنتجات البقاله كانه في سوبر ماركت، سكر وشاي وجبن ومش عارف ايه، وبدا يشير قد ايه الحاجات دي اسعارها. بس ممكن يكون لها علاقه بخلفيته كرجل اعمال، الناس بتثق يمكن في ادارته للبلد. ده جزء اساسي من الثقافه الامريكيه. يعني النجاح في عالم الاعمال، فرجل رجل الاعمال الناجح ده نموذج امريكان دريم. بالظبط بالظبط. الموضوع الثاني immigration على طول الاميجريشن، الهجره والحدود. والحدود برضو ترامب متفوق بنسبه كبيره جدا، 52 مقابل 36%. لكن هنشوف مثلا هاريس موضوع يتعلق ب ليه بعد اقتصادي اللي هو الإسكان والتأمين الصحي أو الرعاية الصحية، هي متقدمة 45 في الإسكان توفير مساكن يعني مقابل 42 الهيلث كير، 48 لـ 40. موضوع الديمقراطيين على طول متقدمين في الهيلث كير بالظبط، دي بقى بالظبط أوباما كير وليهم أفكار وكده. الريبوبليكنز بحكم تفكيرهم يعني بيقولوا التأمين الصحي ده يعني الدولة ما تتدخلش فيه، اللي يتعب بيروح لدكتور، يروح لمستشفى خاصة يعالج نفسه بفلوسه يعني. فهنا عشان كده الديمقراطيين متقدمين. النقطة بقى الأخيرة هنا اللي هي سياسة خارجية، مين اللي هيقدر stands up، لا دي اكشن برضو داخلية، stands up for American workers، العمال الامريكيين. ودي الحقيقة يعني تحول كبير جدا في السياسة الداخلية الامريكية. بس دول بيخاطبهم جي دي فانس اعتقد. بيخاطبهم جي دي فانس وبيخاطبهم ترامب. ولأول ما يعني تقليديا اتحادات العمال جزء من التحالف بتاع الحزب الديمقراطي. لأول مرة منذ الستينات في تاريخ الولايات المتحدة النقابات العمالية تقول احنا
مش هنساند أيا من المرشحين. فده في مصلحة الجمهوريين، لأن كل أربع سنين كانوا بيقولوا إحنا أو بنشجع العمال على أنهم يصوتوا للمرشح الديمقراطي. والأول مرة الحقيقة نجد في مؤتمر الحزب الجمهوري قيادات نقابية للعمال بتتكلم فيه. أوكي؟ ده الحقيقة سبب جزء بيتعلق برضو بالإنفليشن طبعا. والطبقة العاملة حاسة أنه أوضاعها بقت سيئة. مش بس الطبقة العاملة من البيض اللي بيخاطبهم فانس، لا، الجديد بقى كمان أنه ترامب بيحاول يجذب قطاعات جديدة من الطبقة العاملة وخاصة الرجال من الأمريكان السود ومن الأمريكان من أصول لاتن يعني هسبانيك. وده جديد يعني من القاعدة بتاعته، بس مش بيض ومسيحيين، ولكن بدأ يأكل في القاعدة بتاعة الحزب الديمقراطي اللي هو عادة الأقليات وخاصة السود بيصوتوا ليه. لكن الرجال السود الحقيقة بدأوا يميلوا لترامب. عشان كده من يمكن من 3 أيام الرئيس السابق أوباما راح بيتسبرغ في ميتشيغان وقال بكل صراحة يا عمال يا سود ما تنسوش نفسكم، ده ترامب ده مختلف تماما عنكم، ما يغركوش الكلام اللي بيقوله، هو مختلف عنكم في القيم في السياسات، وهارس هي اللي بتشبهكم تماما. هي كلام كان صريح جدا كالعادة. لكن ده يعني بيوضح انه يعني الحزب الديمقراطي في وضع صعب، وبالتالي اضطر بقى يستعين بالأسلحة الثقيلة للحزب الممثلة في الرئيس السابق أوباما.